أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا غريب يا مظلوم يا سيد الشهداء ومسلوب العمامة والرداء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، بينا يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. لا الأيام وإن حرصت مسالما، خلق الزمان عداوة الأحرار، فالعيش نوم والمنية يقظة، والمرء بينهما خيال ساري. لا تأمن الأيام يوما بعدما غدرت بعترة أحمد المختار، فجعت حسينا بابنه، فجعت حسينا بابنه، من أشبه المختار في خلق وفي أطوار. نادى وولداه وعليا، نادى والأحشاء تلهب والمدى تستهل بدمعها المدراي. يا كوكبا ما كان أقصر عمره، وكذا تكون كواكب الأسحار.
جاورت أعدائي وجاور ربه وشتى يان بين جواره وجواري يا ابني من سمع يمك ونيناك من سمع يمك ونيناك ومن غمض عند الموت عينك إلى العشرين ما وصلن سنينك إلى العشرين ما وصلن سنينك أكبر يا لما أريد أنظر لطولك وضمك ضامة توداع يا ابني مثلك ولا قبال عينيك ودعيني وتزودي مني قبل ما تفقديني عنك ترى رايح ولا ارجع للصياوي والأسف زفت زواجك ما شفتها يا وخسرت حسبات عمر اللي حسبتها مثلك ولد يا نور عيني لقاوة الهايتك لحجايتك جدا يا بالعرس متلوق واحنا بحريبة والعمر مني تقضى وكل من يفوز بنصيبة عنك ترى رايح ولا ارجع للصياوي عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك اللهم بحق الحسين الوجيه وأمه وأبيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه
من اجتمعنا لسببه، اللهم احشره مع محمد وآل محمد، اسكنه أعلى الدرجات في أعلى عليين مع الشهداء والصالحين ومع محمد وآله الطاهرين، ولأرواح موتانا وموتاكم شهداءنا علماءنا نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.